يمكن دي آخر محاضرة بنتكلم فيها على entrepreneurship، وبنتكلم على البيزنس موديل كانفاس. ودي من الحاجات اللي احنا بصفة عامة هنلاقيها في يعني الناس بتتكلم عليها كتير، واي كورس entrepreneurship لازم بنتكلم فيها على البيزنس موديل كانفاس و it is real life يعني. Usually it goes in either تالي one of two directions يعني. The directions الأولاني إنك أنت you already you have a business، وبعدين بتحاول إنك أنت تعمل له قدر من الorganization، ودي بنتكلم في حالات يعني شركات ممكن نقول إنها بتتحرك بشكل ضعيف شوية، أو شركات مش ناجحة بتحاول تخش تصلح يعني داخل بنية الإصلاح يعني. فبيبقى هدفك وانت وانت داخل الشركه ديت انك انت تحاول تعرف نقاط القوه والضعف في الشركه. فده السكه الاولانيه. السكه الثانيه، ودي السكه بقى اللي هي المفروض المهم، اللي هي بتقولك تتجنب انك انت تمشي في البروسيس بتاعه الاختيار الاول، انك تفيل وبعدين تادجست، انك انت تحاول to organize شغلك من البداية. وعشان كده بنبتدي على البيزنس موديل كانفاس يعني. المحاضرة اللي انا اللي بقولها دلوقتي في الحقيقة دي مش المحاضرة بتاعتي، وزي ما تلاحظين يعني محاضرات الانتربرينورشيب هي غالبا انا مجمعها من كذا مصدر. هل كده يا شباب احنا شايفين الفول سكرين؟ يا دكتور. تمام. It happens ان انا من كام سنة، من 4-5 سنين كده كنت قدمت في زي فند تبع ال STDF. ال STDF اللي هو كان زمان صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، دلوقتي بقت هيئة العلوم والتكنولوجيا، العلوم والابتكار والتنمية التكنولوجية ستيفا. وسفرونا ان احنا ناخد كورس في انجلترا تبع الامبريال كوليدج، ودي طبعا جامعه كويسه جدا. وكان الميلي الكورس عباره عن انتربرينورشيب لمده اسبوعين يعني. فالمحاضره ديت هي احد المحاضرات اللي انا اخدتها هناك يعني، اللي هو بيتكلم فيها على البيزنس موديل كانفاس. واكتشولي فرانكلي برضو يعني الواقع برضو ان الكورس اللي انا حطيته دوت هو الى حد ما الروح بتاعته يعني مختاره اكوردنج للكورس اللي انا درسته في مع الامبريال كوليدج تبع الاس تي دي اف يعني. بس طبعا لو لاحظتوا المحاضرات، انا اخدت محاضرات من كتاب الاكاونتنج، محاضرات من كتاب البروجكت مانجمنت، كلمتكم شويه على النت بريزنت فاليو والبروجكت ايفالويشنز، وكلمنا شويه على الانوفيشن والباتنت. ده بيزيكالي ده كان روح المحاضرات اللي انا اخدتها هناك. بس انا يعني انا طبعا عشان يبقى في كتاب نشتغل منه، فانا فضلت استخدم الكتابين دول بدل ما استخدم الماتيريال بتاعتهم، لان الماتيريال بتاعتهم ما كانش فيها كتاب بصفه عامه يعني. بس الشرح بتاع البيزنس موديل كانفاس في الحقيقه عجبني جدا. وهي الفكره كلها، هل انتوا شايفين الاي دي اللي بتتحرك ديت؟ طبعا شغال بي دي اف دلوقتي يا شباب. شايفين الاي دي اللي بتتحرك ديت؟ يا دكتور. ده المفروض ده المفروض البيزنس موديل كانفاس، بس هو شرحها لك بشكل ظريف جدا يعني. وخد بالك يعني هنا مديلك رينجز اتنين متواصلين ببعض ليها معنى. هنا شخص واقف، هنا عربية بتتحرك، هنا في قلب موجود، في هنا واحد بيحفر الأرض وواحد تاني معاه شاكوش، هنا المكنة اللي بتجيب فلوس، هنا ورقة ومكتوب فيها حاجة. في الحقيقة يعني كل رمز من دول indications لحاجة معينة، وده اللي عجبني في البرزنتيشن يعني. actually البيزنس موديل كانفاس لو دخلنا على الانترنت هتلاقي شرح كتير ليها يعني. انما خلينا في الستارتنج بوينت البتاع اللي في النص ديت، اللي هي محطوطه في شكل
علبة هدايا يعني. دي بالنسبة لنا دي الستارتنج بوينت يعني. هو لما بيبتدوا شرح البيزنس موديل كانفاس كشركة جديدة، وزي ما اتفقنا احنا ناخد المينتاليتي اللي هي بتاعت الشركة الجديدة، المينتاليتي ان انا داخل على شركة خسرانة وبشوف النقاط الضعف والقوة بتاعتها وابتدي اعمل لها ري اورجانيزيشن، مالناش دعوة بالموضوع دوت يعني. يعني جنرالي this is not our issue. وان كنت برضو حضرت فيك شوية ميتينجز، بس خلينا نفوكس على شركة جديدة. الستارتنج بوينت بتاعتنا هي علبة الهدايا اللي في النص ديت. علبة الهدايا هو طبعا بيطبق الكلام ده على جوجل، بس برضو انا ام فوكسينج على الـ 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 على البرزنتيشن نفسها. الفاليو بروبوزيشن، الفاليو بروبوزيشن دي كلمة يعني ممتازة. اللي عايز يعمل اي بيزنس، يا ترى ايه اللي انت هتضيفه مختلف عن الاخرين؟ What is unique about you؟ Be very careful في الحتة دي. يعني لسه النهاردة يعني المنطقة اللي انا ساكن فيها جنب مني حدائق الاهرام على طول، فواحد عامل بوست على الفيسبوك بيقول لك محلات فتح، محلات اكل فتحت وقفلت كتير واحنا المستمرين، فاكيد اكلنا اكل بيتي بسعر يناسبك. حاجه كده value proposition very attractive يعني. He is unique يعني. احنا مش بنتكلم على يعني just simple feature، لا، he has to deliver something unique للشركه دي. اما ان انا بتكلم لو شغل ديزاين، سيركت ديزاين، فانت بتتكلم على competing in terms of power مثلا. بتتكلم لو احنا بنتكلم على ماشين ليرنينج الجوريثم والالجوريثمات، فاحنا بنتكلم على البريسيجن عاليه جدا. لو بنتكلم على سوبر ماركت، فاحنا بنتكلم على شموليه البضائع وتغيرها وتعددها، وعندي كل حاجه من الابره للصاروخ. لو بتكلم على محل اكل، فانا بتكلم على اكل بيتي بسعر على قد جيبك، على قد زي ما بيقولوا يعني. فالفاليو بروبوزيشن دي خطيره. اي واحد عايز يعمل بيزنس لازم يفكر في الفاليو بروبوزيشن. للأسف الشديد يعني if you don't have something unique، فتأكد ان البداية مش منضبطة يعني. يعني لو انت فاتح محل فانت الوحيد في المنطقة ديت اللي شغال في الكلام ده شيء كويس، انما it doesn't make sense انك انت you propose a value كل الناس بتقدمها. فالvalue proposition دي اهم حاجة للشغل بتاعك ان شاء الله. حتى لو اتكلمنا على field of research يعني، يعني انت لما بتتكلم مع الفيلد اوف ريسيرش مثلا، ممكن الفاليو بروبوزيشن بتاعتك ان احنا وي ار كونداكتنج ريسيرش فور ذا سيك مثلا ان الطلبه بتوعنا يروحوا جامعات كبيره مثلا، وحققت الكلام دوت، فانت يو هاف سمثينج تو بروبوز يعني. لو انت بتتكلم على ريسيرش لينكد تو ذا اندستري، ده برضو فاليو بروبوزيشن. ممكن باي ذا واي حتى يبقى الفاليو بروبوزيشن تبقى انهيرنت اللي بتتقال بشكل يعني ايه، يعني حاجه كده غلط يعني ممكن يكون انت ضمنيا كده بتبعت رساله بتقول يعني تعالوا لنا تاخدوا ما يسركم يعني. ف value proposition can take anything، بس however اهم حاجه ان هي تبقى يونيك وتبقى attractive يعني. لانك انت ال- 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 النص زي ما اتفقنا، النص اللي على ايدنا اليمين دوت، انت هدفك في الاخر توصل للكاستمر. فده الكاستمر. يبقى انا عندي الفاليو بروبوزيشنز وعندي الكاستمر. ولما نتكلم على الكاستمرز هنا بقى الايشوز اللي بيجي مهم جدا. انا يا ترى الكاستمر بتاعي في الماركتينج، كنا احنا اخذنا حاجه اسمها كاستمر سيجمنتيشن، والسيجمنتيشنز ديت ليها اشكال مختلفه. اما ان انا بتكلم جيوغرافيك سيجمنتيشن، القاهره واسكندريه واسماعيليه وبورسعيد، ده جيوغرافيك. الميدل ايست ونورث افريكا، يوروب، ايشا باسيفيك، امريكا، في جيوغرافيك سيجمنتيشنز، وفي عندي ديموغرافيك سيجمنتيشن، ان انا عندي ديموغرافيك ستات ورجاله، صغيرين كبار، في ديموغرافيك سيجمنتيشنز، وفي كمان ايدوكيشنال سيجمنتيشن. يعني انت ممكن يكون مثلا انت بتكلم الناس اللي هم المتعلمين، او ممكن تتكلم الناس اللي هم اللي بيستخدموا السوشيال نتورك مثلا، انت مش مهتم بغير كده يعني. الناس اللي بيعملوا اونلاين شوبينج دلوقتي، فانت هنا مش بتركز خالص
it doesn't make sense انك انت تعمل اونلاين شوبينج وتجيب ورقه وتوزعها على الشقق، يعني ده really doesn't make sense خالص يعني. او توقف في شارع في عربيه هتوزع ورق على العربيات اونلاين شوبينج، انما الاصل في الموضوع انك انت تعمل كامبين على الفيسبوك عشان تريتش الكاستمر بتوعك. فالماركت سيجمنتيشنز ده مهم جدا. فاحنا لو قلنا لو اتكلمنا ديموغرافيك، اتكلمنا جيوغرافيك، اتكلمنا على educational conditions، اتكلمنا على financial conditions، برضو من الحاجات المهمة جدا. وكنت انا مش عارف قلت لكم الاكزامبل دوت ان شركات قبل ما بتيجي مصر، ابل قبل ما جت مصر عشان تشوف الفاينانشال القوة الشرائية عند المصريين، شافت الفاينانشال انكم وقسمت الناس للكلاسز وحددت الريكوايرمنتس بتاع كل كلاس عشان قبل ما تنزل مصر. فالكاستمر ده شخصية مهمة جدا طبعا، هو اهم حاجة في الحدوتة كلها. انت value proposition عشان توصل للكاستمر فايز ريلي فيري امبورتنت. لازم وخد بالك من حاجة، are you gonna target one customer ولا more قصدي one segment or more than one segment. ولو انت you gonna target more than one segment فهل يا ترى انت عندك value propositions unique value proposition that will target كل segment من دول، ولا عندك different value proposition for each segment. كل الكلام ده مهم جدا في الحقيقة. ويمكن من البسيط ان احنا نشرح الكلام دوت على محلات لبس، محلات اكل، سوبر ماركت، مش عارف ايه كلام زي كده، محلات عربيات، محلات ساعات، الحاجات اللي احنا معتادين عليها. انما لما نيجي نتكلم بقى على electronics industry فهنا الموضوع مش سهل. يعني ليه؟ لان احنا هنا عدد الشركات اللي بيشتغلوا في الالكترونيكس قد ايه، ونوعية الشركات دي قد ايه. فالفاليو بروبوزيشن بتبقى اصعب لانك انت الماركت بتاعك مش الماركت المصري، انت ماركت انترناشونال، فيو نيد تو هاف سمثينج ديفرنت، سمثينج يونيك بالنسبه لك. فده فيري انترستينج. خدوا بالكم الفاليو بروبوزيشن وايه والكاستمر. المهم انت بقى السؤال زي ما قلت لكم كده في السلايد اللي فات، انت عندك الفاليو بروبوزيشنز وعندك الكاستمر، هتوصل ازاي للكاستمر ده عن طريق التشانلز. زي ما قلت لكم من شويه كده نو واي، يعني واحد بيعمل اونلاين شوبينج وطابع ورقه بيوزعها في الشارع، ده doesn't make any sense خالص، لان ده مش التارجتد سيجمنت بتاعتك. الناس اللي ماشيه في الشارع ديت، لو واحده انت مش عارف مين فيهم اللي بيخش على الانترنت، مين فيهم اللي عنده فيسبوك اكاونت، مين فيهم اللي عنده لينكد ان اكاونت، هل يا ترى هتعمل ماركتنج كامبين وادز بيد اد على الفيسبوك عشان توصل لاني كاستمرز هنا. فالتشانل مهمه جدا. غير مثلا لما تيجي تعمل محل اكل، محل اكل لازم تبقى اعلاناتك مغطيه جدا. او زي امبارح كده مثلا this kind of very interesting. امبارح واحنا لو حد متابع برنامج الحكايه بتاع عمرو اديب this very interesting. ليه؟ لان امبارح طلعت مصطفى هشام، طلعت مصطفى طالع بيعمل بروموشن للمدينه الجديده نور. This is the channel. يعني الكامبين اللي حصلت امبارح دي channel. انا عندي كاستمرز، وناخد بالنا هو المره دي بيتارجت كاستمر اوف ديفرنت فاينانشال كونديشنز. ات واز فيري انترستينج سبيتش او توك امبارح، ديبيت، لا مش يعني توك، مش ديبيت يعني، لما اتكلم قال لك ان القوى الشرائيه في شرق القاهره 65% من القوى الشرائيه بتاعه القاهره متمركزه في شرق القاهره، في حين ان 35% متركزه في غرب القاهره. ولما يشرح يقول لك انا عشان كده رحت عملت الرحاب وبعدين مدينتي ودلوقتي بعمل مدينه نور، في حين انك انت هتلاقي غرب القاهره احنا بنتكلم على 6 اكتوبر والشيخ زايد انصان. فالناس ليه بتروح ناحيه الشرق؟ لان القوى الشرائيه شرق يعني في ناس الايه، بنتكلم على مصر الجديده، بنتكلم على مدينه نصر، بنتكلم على المعادي. فالمنطقه هناك ديت، يبقى انا بالنسبه لي المفروض ان انا الامتداد الطبيعي للقوى الشرائيه بتاعتي هتكون في المنطقه اللي هناك. وبعدين لما نيجي نتكلم مثلا يقول لك ان السعر هيبقى مش عارف المقدم 38000، يبقى اذا انا بتكلم على كاستمر سيجمنتس كتيره، انا مش بتكلم بقى على السيجمنت اللي هو زمان كلاس اي. على راي مش عارف انتوا، كان في بوست على الفيسبوك ظريف كده لما بيتكلم على كلاس اي وبي وسي، بيقول لك ان كلاس اي راح مراقيه زمان ساب سيدي بشر وراح العجمي، بعد شويه كلاس اي ساب العجمي وراح مراقيه، كلاس بي راح رايح وراء العجمي، كلاس A ساب مرايا راح رايح الايه مارينا، كلاس B راح سايب العجمي وراح مرايا، كلاس A ساب مارينا وراح مراسي، فكلاس B دلوقتي ساب مرايا ورايح مارينا. فدايما الاي والبي ماشيين ورا بعض. فانت لما بتارجت بقى فاينانشال كونديشنز A وB and so on فايز فيري انترستينج. وده وان تشانل، وان تشانل امبارح اللي حصل ده.
طبعا غير الادز بقى اللي هتتعمل في الشوارع، غير كل شويه على الفيسبوك كده يروح طالع لك اعلانات اسكن في مش عارف ايه، اسكن ايه، لانك انت بتكلم ديفرنت تايب اوف سيجمنت. فالتشانلز ديت كيفيه انك انت توصل بالفاليو بروبوزيشنز للكاستمر بتوعك من خلال التشانلز، this is really very important very important. وزي ما اتفقنا التشانلز دي كثيره ومتعدده، واختيار التشانلز مهم جدا، يعني مهم جدا جدا جدا. يعني زي مثلا يقول لك ايه زايد ولا التجمع، it is real. انت هنا خد بالك السيجمنت، السيجمنتس اللي انت بتكلمه والشانل والرساله very very important الكلام ده. طبعا الاوبجكتيف الناحيه زي ما اتفقنا الناحيه اليمين دي خطيره جدا. انا الاوبجكتيف عندي ايه من القصه ديت؟ الكاستمر دوت الريفينيو، انا هدفي في الاساس الريفينيو بتاعي. الريفينيو بتاعي هيكون عباره عن ايه؟ هل يا ترى هو بس سيمبلي ممكن المبيعات اللي انا ببيعها؟ خلاص المبيعات ديت انواع المبيعات اللي عندي اللي ببيعها لازم اكون عارف انواع المصادر الايه؟ الايراد اللي هتجيلي من عندي. هل هو منتج واحد انا ببيعه؟ هل ده جاست هو ذا اونلي حاجه؟ ولا مثلا ان انا عندي ريفينيو اخر ان انا بستثمر في اموال ماليه لشركات اخرى؟ فبرضو الريفينيو مصادر الريفينيو مهمه جدا. طبعا الـ 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 العلاقه ما بين الفاليو بروبوزيشن والكاستمر والريليشن ما بين الاثنين، وده كان في برضو في الماركتنج زمان بندرس ان العلاقه ما بين الكاستمر والمنتج في كذا نوع من انواع العلاقات. في حاجه اسمها بنسميها لويالتي كاستمرز، يعني مهما غليت عليه هيجي لك لانه واثق فيك. يعني في منتجات كده انت مهما سعرها غلي انت روح تشتريها، ليه؟ لانك انت واثق في المنتج ده. وفكره انك انت تحافظ على هذا المنتج مهم جدا، وحفاظك على العلاقه اللي ما بين الشركه والكاستمر مهمه جدا. فدي برضو very important في الجزء الايه المرتبط بالناحيه اليمين. يبقى احنا كده لو لاحظنا خلصنا الجزء المرتبط الناحيه اليمين في البيزنس موديل كانفاس، very important value propositions، الكاستمرز بتوعك، الشانلز، مصادر الايرادات بتاعتك، والريليشنز اللي ما بين الفاليو بروبوزيشنز والكاستمر، very important عندنا. اوكي طيب نيجي بعد كده نتكلم على برضو، خلينا بقى نتكلم بقى على الناحيه الشمال. الناحيه الشمال مرتبطه بالانتاج نفسه. هو بيكلمني على اول حاجه مصادر، او مش مصادر بقى، عناصر التكلفه، الكوست بتاعتي. انا الكوست بتاعتي هتكون في ايه وايه وايه؟ انا بتكلم هنا الكوست متمثله، لو انا بتكلم مثلا شركه ديزاين، ديزاين هاوس، يبقى اذا انا عندي الكوست بتاعي متمثل في مجموعه من المرتبات الموظفين، بنتكلم على المانجيريال ديبارتمنت والمانجيريال ايفورتس كلهم، بنتكلم على ايجار المكان، بنتكلم على الكهرباء، بنتكلم على الغاز، بنتكلم ده دي الحاجات اللي احنا شايفينها بعينينا، بنتكلم على السوفت وير تولز، بنتكلم على الكمبيوترز اللي هتتجاب، هنتكلم على طبعا كم من العذاب متمثل في لو انت بتدخل اي حاجه ولا كلام زي كده، ضرائب، جمارك، مش عارف ايه، كم من عناصر التكلفه كتيره جدا 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 المفروض تبقى عارفها. زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت الدايركت كوست، والدايركت كوست اللي هي مرتبطه بال ال ال الرنت، الرنت والكهرباء والغاز وما الى ذلك، وفي عندي بقى الاندايركت كوست المرتبطه بالادمنستريتيف كوست اند سو اون، زائد كمان ما يطلق عليه التاكسز عشان تيجي بعد كده تحط البروفيت بتاعتك. فده العناصر الكوست مهمه جدا. بعد كده بيجي لنا بقى الجزء الثاني اللي هي الاكتيفيتيز. هو انا المفروض هعمل ايه عشان اوصل في الاخر للفاليو بروبوزيشنز بتاعتي؟ يعني لو انا بتكلم دلوقتي على سيمبل ان انا بعمل ديزاين هاوس، يعني اي تشيب انتجريت سيركتس، ففي انا عندي اول حاجه الهايرنج بتاع المهندسين، في عندي تريننج بيتم، في عندي بقى الدي تو دي اكتيفيتي للمهندسين دول شغالين ازاي، في عندي بعد كده في انترناشونال ريليشنز وارتباط بيهم، في انواع نقدر نقول اكتيفيتيز كتيره مرتبطه بالشركه عشان تحقق الفاليو بروبوزيشنز دوت. خلاص هل يا ترى انا في عمليه الديزاين هو واحد بيصمم منتج هنا
ولا في some sort of quality control؟ هل الدايره بصنعها والحاجه بتروح وتيجي وبعمل لها تيستنج عشان انشور الكواليتي كنترول ولا لا؟ لازم الاكتيفيتيز بتاعه البروسيس فروم اي تو زي تبقى كلها معروفه. غير مثلا لو انا بعمل محل للسوبر ماركت، للسوبر ماركت برضو لازم اكون عارف الايه الاكتيفيتيز بتاعتي من اول ما بشتري الحاجه لغايه لما بتتخزن وتتباع، وبعدين الباقي من التخزين، وبعدين الحاجات المعدومه والحاجات اللي بايظه هتصرف فيها ازاي. الاكتيفيتيز كلها بتاعه البروسيس لازم تبقى ايه very well determined يعني. طبعا هنا يعني ظريفه جدا الرسمه برضو اللي هو رسمها لك، يعني لو بصينا في رسمه الاكتيفيتيز جايب لك واحد بيحفر، ولما جه جاب لك رسمه الريسورسز راح جايب لك ايه المطرقه والسندان، يعني ازيف انك انت هتجيب الحديد وهتشكله بين المطرقه والسندان. طبعا الريسورسز بالنسبه لنا هنا مهمه جدا، يعني انت من عشان تقدر تعمل الفاليو بروبوزيشنز اللي انت بتدعي انك انت هتعملها ديت، يا ترى انت محتاج ايه بقى؟ محتاج بني ادمين، محتاج مكان، محتاج كمبيوترات، محتاج زي ما اتفقنا سوفت وير، الحاجات اللي انت محتاجها الريسورسز اللي انت محتاجها الكي ريسورسز عشان تقدر توصل تحقق الفاليو بروبوزيشنز بتاعتك دي. طبعا شوف الايتم اللي هو موجود على اقصى ايدينا الشمال اللي هو المفروض بيجي اول واحد احنا اتكلمنا عليه اخر واحد البارتنرز بقى. هل يا ترى انت هتعمل الشغل لوحدك ولا محتاج تبارتنر مع حد؟ يعني احنا اغلب المشروعات الناجحه في الحقيقه بيبقى دايما عندنا الشركات الديزاين هاوس معاها شريك اجنبي ومقسمين الشغل عليهم، واحد يعمل جزء ترانسيفر مثلا والتاني يعمل الايه التستنج، بحيث ان اللينك اللي موجود ما بين التو بارتنرز دول بيؤدي الى نجاحات اكبر. زي كده لما نيجي نتكلم على تصنيع عربيه، طبعا لما بنتكلم على العربيه مستحيل ان المصنع بتاع العربيات دوت هو بيعمل الموتور والجوانات والبادي، مستحيل. بتلاقي ان في حاجات جابها من محل من مصنع تاني، ودي كانت من الحاجات اللي يمكن في كتاب الاكاونتنج كان بيتكلم عليه اللي هو تعدد مصادر السبلاي تشين، انك انت في السبلاي تشين بتاعتك ما تعتمدش على مورد واحد. ليه؟ لان اعتمادك على مورد واحد بصفه عامه لو حصل فيه اي مشكله، كان ادى اكزامبل على تويوتا وان هما كانوا بيصنعوا عربيات، وبعدين لما حصل تقريبا زلزال او حصل احد المفاعلات النوويه حصل فيه مشكله او كلام زي كده، فالمصنع اللي في المنطقه دي اتقفل. فنتج من كده ان المصنع بتاع الجوانات، والجوان ده كان بيقولك 8 دولار مثلا، فتوقف عن الانتاج. فاللي حصل ان تويوتا توقفت عدم الانتاج نتيجه عدم توفر الجوانات دي، مع ان الجوان ده ناثينج يعني، بس ات ذا اند البارتنرز وتعدد السبلاي تشين وتعدد مصادر اللي بيسموها الصناعات المغذيه، دول لما يكونوا متعددين وكتار وانا عندي فيري جود بارتنرز اقدر ابتدي بيهم الشغل بتاعي بحيث ان مفيش شغل يقف، يبقى انا في الحاله ديت اقدر ستارت ا جود بوينت تو ستارت. يعني انا هنا بس يا شباب في الحقيقه زي ما اتفقنا يمكن السلايد ديت انا بعتبرها يعني او طريقه العرض ديت ما اعرفش ليه انجويد، يمكن احتمال عشان الواحد حضرها بنفسه فعجبتني طريقه العرض، بس sounds to be very practical very implementable بتدي over يعني زي ماكرو فيجن كده للشركه، تبقى باصص على الشركه من بعيد قبل ما تبتديها وتبتدي تفتت عناصر النجاح من اول الفاليو بروبوزيشنز لغايه الكاستمرز، هتتواصل ازاي مع الكاستمرز، ازاي هتحتفظ بالريليشنز ديت مع الكاستمرز، الريفينيوز شكلها ازاي، الكوست شكله ازاي، الريسورسز اللي انت محتاجها، الاكتيفيتيز اللي انت هتعملها في الشركه، البارتنرز بتوعك، البيزنس موديل كانفاس دوت اف يو كان استابليش ا جود وان ديفينتلي يبقى اذا دي ا جود بوينت تو ستارت. زي ما قلت لكم بقى الكيس الثانيه اللي هي ليترالي يعني ليه بقى فكره ان الشركه فاشله او مكان نقدر نقول مش ناجح وبعدين بيحاولوا ان هم يستعيدوه مره تانية، انا سيمز ان انا سجلت صح كده، فان هم بيستعيدوا المكان مره تانية ويبتدوا بقى ناس تخش وتحاول يعني كانها ماشيه كده
بتتعرف على المكان، فتبتدي تسأل يا ترى ايه الفاليو بروبوزيشنز بتاعتنا، فين الريسورس، فين الريفينيو، فين الريسورسز، فين الكوست. ده غالبا المينتاليتي ديت بتبقى موجودة برضو بس بغرض اصلاح الشركات اذا امكن اصلاحها. يعني انا متهيألي كده يا شباب الموضوع الى حد ما وي ار دون كورس الانتربرينورشيب. كان في حته بسيطه على البيتشنج استراتيجي، يمكن اي ريكومند انكم كنتوا تخشوا على تيد توك وتسمعوا عنها. كان في واحده ما اعرفش اسمها ايه، مصريه يمكن، اسمها داليا مجاهد، بينها كانت ليها توك ظريفه جدا اللي هي بتتكلم فيها على البيتشنج استراتيجي. وكان بتكلمت على نقطه مهمه جدا اسمها ايفيدنس بوينت ايفيدنس، ان مفيش حد يهري في الكلام. طبعا زائد الريدندنسي، ما حدش برضو يتكلم كلام ريدندنت، مفيش ملوش لازم انك انت تعيد وتزيد. برضو كنا بنتكلم على ان دايما الرساله تبقى كونسايز، مفيش وقت طويل في الكلام. دايما لما بنيجي نتكلم على برزنتيشن، يوجوالي البرزنتيشنز بتاعتنا بتبتدي بالبروبلم والبروبوز سولوشن، وبعد البروبوز سولوشن بنتكلم على الاكزيستنج سولوشنز، سوري الاكزيستنج سولوشن الاول وبعدين البروبوز سولوشنز، ادفانتج اوف بروبوز سولوشنز وذ ريسبكت تو ذا اكزيستنج سولوشنز، وبعدين بعد كده بنتكلم على بزنس موديل كونفنس والريفينيو ستريم والريكوايرد فاند عشان نحقق الكلام ده. ده بصفه عامه ملامح عامه لاي برزنتيشن بغرض الانتربرينور شيب والبيتشنج. يعني مش عارف يا شباب لو في اي اسئله او حاجه، انا تحت امركم. انا قلت لكم هي محاضره بسيطه وظريفه يعني. شكرا لحضرتك يا دكتور. كده تمام يا شباب. طيب متهيألي وي ار دون، انا هقفل بس الريكوردينج.